وضع ميدالية في جيبه نائب رئيس الزمالك يقدم استقالته. أعلن اللواء مصطفى عدهود نائب رئيس نادي الزمالك المصري تقديم استقالته عن منصبه على خلفية الأزمة التي عرفت باسم فضيحة توزيع الميداليات، وكان مقطع مصور لتسليم الميداليات نهائي كأس مصر لكرة اليد عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتينج. أظهر هدهود يضع إحدى الميداليات في جيبه بطريقة أثارت جدالا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.